احكي لي شو اسمك؟ عاصم. كم عمرك يا عاصم؟ 11. قصد بيتكم؟ من ايش وجهك وايدك؟ قصد بيتنا فيه. انت وين كنت؟ كنت 30 كنت بيتنا بالشعب بس رحنا 30 بتاعنا. وانقصف برضو؟ يعني من ايش اللي في وجهك واللي في ايدك وين كنت؟ التلاتين انقصف بتاعنا. عذروك؟ بدون تحذير. ما حدش حكى لكم اطلعوا؟ لا لا لا. طب في حدا صار له اشي من عيلة؟ مين؟ الا ابوك. استشهدوا؟ انت العميلة يعني؟ انت مع ستك ثلاثة كان؟ بس انت ضايل لحالك؟ مو اختي، اخويا في العناية.